السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد صالح، النشرة الإخبارية الأسبوعية. نبدأها بالعناوين. المفوضية العليا للاجئين تطالب بإيجاد طرق آمنة لعودة اللاجئين الروهنجيين. تحذيرات من تفاقم الأوضاع الصحية للاجئي الروهنجا ببنغلاديش. حصار وتجويع وتفاقم معاناة الروهنجيين بولاية أراكان. عدسة RVision ترصد احتياجات اللاجئين الروهنجيين في بنغلاديش. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. قالت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة إن على بورما وبنغلاديش إيجاد طرق آمنة ومنظمة لعودة اللاجئين الروهنجيين إلى بورما، وأن تكون الظروف مهيئة ومناسبة لذلك. وصرحت المفوضية العليا للاجئين بأن أي تحرك لعودة اللاجئين الروهنجا يجب أن تتم بسبل آمنة، وأن تكون العودة طواعية إلى ديارهم وممتلكاتهم بكرامة وأمان. يذكر أن بنغلاديش قدمت لحكومة بورما مقترحاً بشأن مصير أكثر من 1.5 مليون لاجئ من الروهينجا، وطالبتها بالجلوس على طاولة واحدة والنقاش حول مصير اللاجئين والسماح لهم بالعودة الآمنة. حذرت منظمات روهنجية من تفاقم الوضع الصحي الذي يعيشه اللاجئون الروهنجيون في مخيمات اللجوء في بنغلاديش بعد تجاوز المخيمات طاقتها الاستيعابية، حيث وصل عدد اللاجئين إلى أكثر من 1.5 مليون لاجئ. ويقول ناشط روهنجي إن مشاهد الازدحام أمام المراكز الصحية القليلة والمواعيد الطويلة للمعاينة في العيادات الطبية وغياب الأطباء أمر مقلق للغاية بالنسبة للاجئين الذين يعيشون وضعاً صحياً ونفسياً غير مستقر. يذكر أن منظمة الصحة العالمية حذرت مؤخراً من مخاطر انتشار وباء الكوليرا في مخيمات اللجوء ببنغلاديش، وأن اللاجئين بحاجة إلى المياه العذبة الصالحة للشرب والتجهيزات الصحية الأساسية. يتعرض الروهنجيون الباقون في قراهم الذين لم يتركوا منازلهم في عدد من القرى الروهنجية مثل قرية أنارانج وبعض القرى المجاورة لها إلى المضايقات والتهديدات المستمرة بالاعتقال والقتل من قبل القوات البورمية وميليشياتها المنتشرة بأراكان. وفقاً لمصادر من الداخل، فإن حركة الروهنجيين بداخل القرى الروهنجية أصبحت مقيدة أكثر من أي وقت مضى بعد تطويق الحصار على المناطق والقرى الروهنجية بصورة غير مسبوقة. تواجه آلاف الأسر الروهنجية التي شردتها العمليات العسكرية البورمية أوضاعاً كارثية نتيجة افتقار مخيمات اللجوء ببنغلاديش إلى أدنى مقومات الحياة. وقد سلطت عدسة RVision الضوء على أبرز احتياجات اللاجئين الروهنجيين من خلال عدد من الزيارات الميدانية من قبل فريق ميداني للقناة والمخصص لتقييم الأوضاع وتوثيق معاناتهم والأوضاع الكارثية التي يمرون بها. وفي سياق متصل، قدم فريق ميداني تابع لنادي رجال الأعمال الروهنجيين وجمعية الحكيمة التضامنية معونات إغاثية لأكثر من 1000 عائلة روهنجية نزحت مؤخراً ولم تصلها أي مساعدات إنسانية. وشملت الشحنات الإغاثية المقدمة من قبل الفريق المواد الإغاثية وبعض المستلزمات الأساسية. وعن أبرز احتياجات اللاجئين، رصد الفريق أهم احتياجاتهم وتتمثل في المياه الصافية للشرب، مراكز رعاية صحية، تجهيز دورات مياه، خيام لمن يفترشون الأرض، تجهيز مصليات، المواد الغذائية، ملابس للنساء والأطفال، مستلزمات الطبخ. مشاهدين الكرام، بهذا وصلنا إلى نهاية النشرة، قدمناها لكم من قناة RVision العربية. شكرا لطيب المتابعة.